أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. حكومة غرب دارفور تبحث مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق الولاية. رئيس الوزراء يبحث مع رئيس دولة جنوب السودان الأحداث التي وقعت مؤخرا في منطقة أبيي. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات. وأكدت المنصة الإعلامية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا تراجع التأثيرات السالبة بانخفاض صفوف الغاز والوقود والخبز. وأشارت المنصة التي تحدثت فيها وزيرة الشباب والرياضة ووزير الصحة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع والمواطنون في خفض معدلات الإصابة، وأكدوا على التقليل للحد الأدنى في التسوق والترويج وإيقاف الأنشطة الرياضية. وأضافت المنصة أن الالتزام بموجهات وزارة الصحة الاتحادية واتباع الطرق الصحية والبقاء بالمنزل هو المخرج الأكثر فعالية في تجاوز المرض. حاجتين ثلاثة. أولا، للأسف الشديد في 24 ساعة الفاتو اتسجلت 100 إصابة جديدة. يعني بقينا حسة العدد الكامل من يوم 12 مارس لغاية الليلة تقريبا 7 أسابيع، بقوا عندنا أكثر من 650 مريض. نحن بالنسبة لنا، أولا من ناحية مصدر المعلومات، عايز أأكد عشان ما أنسى، يعني نحن بقينا عشان في بعض الناس بيطلعوا إشاعات غلط، في ناس بيجوا بيزوروا البيان اللي بنطلعه، ونحن كان تعميم صحفي بسيط، بقينا حصة بنطلعه في ورقة مروصة بتاعت وزارة الصحة الاتحادية مختومة وموقعة، وبتنزل في الأول في الموقع الإلكتروني بتاعنا وصفحتنا في الفيسبوك، حتى بعد ذلك بتطلع دي المعلومة الموثوقة. أي حاجة تانية يجيكم من حتة أو إشاعة أو كده، لو ممكن يتجاهلوها، إن شاء الله بنقدر نتولى أمرهم الناس اللي بيطلعوا في الإشاعات دي. الغرض بتاعهم خليكم منه، الغرض بتاع إنه الحكومة فاشلة، الغرض بتاع إزاعة الزعر في المواطنين، دي كلها حاجات أغراض موجودة زي ما عارفينها نحن، لكن نمشي لقدام بالمسؤولية والوعي ذكرتهم الأستاذة. ولا نحن بالنسبة أعلنت سفارة السودان بلندن عن بدء إجراءات حصر العالقين الذين كانوا في زيارة للمملكة المتحدة ولم يتمكنوا من العودة بسبب إغلاق المطارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مما لديهم الرغبة في العودة وفق الإجراءات والترتيبات التي ستضعها اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وحددت السفارة في تصريح صحفي عددا من الاشتراطات وفقا للجنة العليا للطوارئ الصحية بشأن الراغبين في العودة، وتتمثل في أن تكون العودة على النفقة الخاصة، وقيام الجهات المختصة في السودان بوضع الترتيبات اللازمة لتهيئة الحجر الصحي والتفاصيل الخاصة به والموافقة على إجراء الحجر الصحي والالتزام بكل ما تصدره السلطات الصحية في هذا الخصوص. أقر الاجتماع المشترك للجنة أمن محلية الطويشة بولاية شمال دارفور ولجان المقاومة بالمحلية، والذي عقد بمباني المحلية برئاسة المدير التنفيذي محمد عبدالله خريف رئيس اللجنة، أقر جملة من التدابير الاحترازية الجديدة لمواجهة الانتشار المجتمعي لجائحة كورونا. وأقر الاجتماع حظر تجوال المواطنين مع غلق جميع الأسواق بالمحلية يوميا من 6 مساء وحتى 6 صباحا باستثناء الصيدليات لتعمل بالتناوب. وأقر الاجتماع كذلك إيقاف الصلوات الجماعية الراتبة بالمساجد والزوايا والاكتفاء برفع الأذان، كما قرر الاجتماع إغلاق منطقة أم حوش بصورة كاملة بعد أن أكدت وزارة الصحة الاتحادية ظهور حالة إصابة مؤكدة بكورونا. جددت حكومة ولاية القضارف إجراءات الإغلاق الشامل لمدة 10 أيام أخرى ضمن إجراءاتها الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا. وقال عبد الوهاب إبراهيم عوض الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف أن السلطات قد قررت تمديد أيام الإغلاق الشامل نسبة لتزايد ارتفاع حالات الإصابة على أن يرفع لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء، حتى يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الضرورية مع فتح المعابر بين المحليات أمام العالقين. ونوه بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية
وتجنب الزحام من أجل سلامة الجميع. وهنالك تم مناقشة الحظر وفك الحظر، ويمكن الناس اتفقنا للآتي على سن الحظر حيتفك لمدة 3 أيام فقط، وهي يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، وفكينا فيه الأسواق الرئيسة لكن للإجمالي فقط، دكاكين الإجمالي وكذلك الطواحين والمستلزمات الأساسية، ونحن سابقا طبعا الصيدليات وغيرها دي مفتوحة. تواصل الجهات الصحية بالنيل الأزرق تهيئة وترتيب مراكز الحجر الصحي والعزل تحسبا لجائحة كورونا. وأكد المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة خلو الولاية من أي حالات إصابة مؤكدة، مع إحكام الرقابة بالمناطق التي تحدد إثيوبيا وجنوب السودان، وإعداد مركزي عزل بالدمازين وآخر بالرصيرس، وتجهيز عنبر للحجر ببقية محليات الولاية. ورغم الجهود المبذولة يتخوف البعض من عدم ضبط وإحكام الرقابة على المركبات التي تقل المسافرين خلصة من وإلى الولايات الأخرى. أن تحافظ على سجلك الصحي خال من الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا في ظل واقع يوصف بالسلحفائية في تنفيذ مطلوبات الحجر الصحي تحد يضاف لما هو ماثل من عقبات. الولاية خالية تماما من أي إصابة بكوفيد 19، صح كان عندنا كم حالات اشتباه وتم أخذ عينات والعينات، والحمد لله كل النتائج طلعت نيجاتيف. بالنسبة للتجهيزات الحمد لله عندنا 2 مركز عزل وواحد حجري على مستوى مدينة الدمازين، العنبر العزلي واحد جاهز ممكن يستقبل أي حالة من الليلة، ده بي سي 26 سرير و 6 سرير بتاعت ICU و 20 سرير اوردينري بيد. المركز الصداقة الصيني العزل الثاني اللي هو شغالين عليه هسه تجهيز يومين 3 كده ان شاء الله بنفتحه. الحمد لله معظم أدوية الأعراض متوفرة لدينا، بالإضافة للأدوية جاتنا من الاتحادية، عندنا مخزون من أدوية الطوارئ في الولاية موجود من محاليل وريدية ودربات بنادول وغيرها من المسكنات موجودة، وإلى الآن الحمد لله الولاية خالية من أي حالة معتمدة، ونسأل الله إنه ولايتنا تواصل بالصورة دي. هي تطمينات تحتاج للشعور بالمسؤولية من قبل المهتمين بأمر الصحة والمواطنين، وعدم المجاملة في سيادة القانون لمن يعرضون حياة الناس للمخاطر الصحية. في إشكالية بتاعة الطب مفروض تتحلى، الوزارة ساعية في الحاجة دي. عندنا المعمل، المعمل حاليا هو ما جاهز بالنسبه لبرضه بعض المعوقات الحاصله. الكادر الموجود في العنبر بتاع العزل مدرب بـ 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 بكفاءه عاليه، دي اهم حاجه، ضمان انك انت تدرب الكادر ده بيضمن لك وجود الكادر وشغله لو الوضع لا قدر الله انفجر لقدام. نحن نناشد اخواننا في المنظومه الامنيه في لجنه امن الولايه بمتابعة ومراقبة المناطق الطرفية ومنع العربات الملاكة اللي بتجيب الناس من الولايات الثانية، وإنزال أقوى العقوبات لتلك أصحاب السيارات ليكون عبرة للآخرين. النيل الأزرق تمام، ونسأل الله أن ربنا يشيل الوباء من السودان إن شاء الله، ولكن أنا دار أقول في النهاية خليك في البيت، ما تطلع إلا للحالات الضرورية. الواقع الصحي حسب مشاهداتنا يبدو غير مطمئن، ويحتاج للكثير مع الوضع في الحسبان سرعة الانتشار والعدوى للفيروس. المحافظة على سجل الولاية خال من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يتأتى بتطبيق الحزم الصحية والوقائية وتوفير المعينات الطبية للكادر الطبي والمزيد من الضبط على الحدود. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، الدمازين. بحثت حكومة ولاية غرب دارفور مع عدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة عددا من القضايا المتعلقة بكيفية إيصال المساعدات الإنسانية
للمتضررين بمناطق الولاية المختلفة، وذلك على خلفية قرارات حكومة ولاية غرب دارفور القاضية بإغلاق المعابر الحدودية بين محليات الولاية والولايات المجاورة وإغلاق مداخل ومخارج مدينة الجنينة أمام حركة المرور ضمن التدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا. وأكد والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله آدم أكد موافقة حكومة ولجنة أمن الولاية على تسهيل مهمة المنظمات في إيصال المساعدات للمتضررين بمناطق الولاية المختلفة، وقال إن القرارات جاءت للمحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم، وأشار إلى اهتمام حكومة الولاية بأمر معاش الناس، ودعا والي غرب دارفور إلى تضافر الجهود للتصدي لوباء كورونا. طلب مننا أخواننا في منظمة الأمم المتحدة في كامل ممثلين من موجودين معنا في غرب دارفور لاجتماع لمداولة كيفية يعني مزاولة نشاطهم الإنساني تجاه هذه المجتمعات، خاصة مجتمعات النازحين والذين يعني يحتاجون لهذه الدعمات المستمرة. فأمننا في أول كلمة لنا بأنه نحن المجهودات هذه موضوع شكر وموضوع تقدير بالنسبة لنا، وناشدناهم في المزيد من التعاون مع بعض، وأمننا بأن هذه المنظمات تظل عاملة وفعلة كما ينبغي وزي ما في الأيام الطبيعية، وزي ما نحن في قراراتنا دي معاش الناس ما حجزناه، وكذلك دور المنظمات لأنه مرتبط بمعاش الناس. وفي السياق أكد مدير برنامج الغذاء العالمي بغرب دارفور حازم المهدي دعم المنظمات للإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتصدي لها، وأشار إلى تأثر حركة المنظمات جراء قرارات إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الجنينة حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى في إيصال المساعدات والخدمات للمستفيدين، وأشاد بتجاوب وتعاون حكومة ولاية غرب دارفور في هذا الشأن. الهدف الأساسي إن إحنا نضمن إن إحنا نشتغل بطريقة سلسة عشان نقدر إن إحنا نوصل الخدمات اللي إحنا بنقدمها لأهالينا المتضررين. نسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله السلامة للسودان وأهله الطيبين، وبأمر الله تعالى إن شاء الله هذه الجائحة يعني هتنقشع قريبا، وبأمر الله نرجع تاني وترجع للسودان تاني أفضل من مكان. قال رئيس حزب الأمة القومية الإمام الصادق المهدي إن الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية، وأكد أن حزبه سيواصل المرافعة فيها ليس من باب الإملاء. وأشار المهدي في تصريح صحفي لأنه اطلع على رد المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير حول العقد الاجتماعي الجديد وتجميد موقف حزب الأمة حتى يتجلى الموقف، وأوضح أن موقفهم ليس انفعاليا ولا ينشد مصلحة حزبية، وقال أمله التشخيص الموضوعي لحالة الوطن والفرصة التي أتاحها تدهور الأوضاع لقوى الردة. وأكد المهدي عملهم للمحافظة على نجاح الثورة والرصيد التاريخي مهما اختلفت الاجتهادات، ولفت إلى عزمهم إرسال مرافعة أكثر تفصيلا للمجلس المركزي لقوى التغيير باقتراح آليات لمواجهة الموقف، وطلب منهم أن تجد الاعتبار المناسب لجسامة المسؤولية. بحث رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع رئيس دولة جنوب السودان الأحداث التي وقعت مؤخرا في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وأكد الجانبان أنها تستدعي التدخل الصارم والسريع للتوصل لحل شامل للأزمة. وأجرى رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك اتصالا هاتفيا برئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير مايارديت، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين. وتناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرص الدولتين على العلاقات التي تجمع البلدين وضرورة القيام بكل ما يلزم لاستدامة الحفاظ عليها. للتوصل لحل شامل ينهي الصراع. استجابت مؤشرات الدعم الاجتماعي لبرنامج ديوان الزكاة بولاية نهر النيل لشهر رمضان المعظم لهذا العام، استجابت لتحديات الأزمة الاقتصادية المعيشية الراهنة وتداعيات جائحة كورونا، حيث لم يقتصر البرنامج بمظلته الدائمة على تقديم العون للأسر الفقيرة فقط، بل امتد ليشمل عشرات الآلاف من الأسر المتأثرة جراء الضائقتين اقتصاديا واجتماعيا بكلفة تمويل فاقت 160 مليون جنيه.
بكلفة مالية إجمالية بلغت أكثر من 165 مليون جنيه، دشنت ولاية نهر النيل برنامج شهر رمضان المعظم الذي ينفذه ديوان الزكاة بالولاية بمظلة داعمة غطت ما يزيد عن 57 ألف أسرة. تم تدشين برنامج فرع الصائم لعدد 35 ألف أسرة بمبلغ قدره 54 مليون جنيه، وأيضا برنامج دعم الخلاوي بمليون وستمائة ألف، وأيضا أطلاق سراح النزلاء بمبلغ 4 مليار لعدد 50 نزيل، وأيضا برنامج الأسر المتعففة بمبلغ 10 مليار، وأيضا دعم جمعية التوعية ب 91 مليار بشراكة مع قوات الحكومة مثل في وزارة المالية. الجديد الذي حمله برنامج الديوان للشهر الفضيل لهذا العام من بين محاوره الاجتماعية السبعة هو دعم الجمعيات التعاونية بأكثر من 90 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لنظام مغير في الحصر والاستهداف والتوزيع عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء. ده الباتش الثاني، نحن قمنا في اليوم الأول أو قبل رمضان بيوم وزعنا سلعة استهلاكية بمبلغ ما يقدر 200 مليون أو 200 مليار بمناصفة وبمشاركة بيننا وبين الإخوة في الزكاة، وهذه السلعة الأولى لكل المواطنين. وضمن برامجه الراتبة نفذ الديوان برنامج فرحة الصائم الذي استهدف به 35 ألف أسرة بمحليات الولاية المختلفة بكلفة تمويل بلغت 54 مليون جنيه. عدد المستهدف في السلة في محلية عبر 5000 أسرة، تم التنسيق مع اللجان الإدارية بالتوزيع، يعني التوزيع كان عبر اللجان الإدارية إنه كل لينة يعني حسب الكثافة السكانية وحسب نسبة الفقر تم الجلوس مع اللجان أو التوزيع على هذا النمط. أكثر ما يميز برنامج ديوان الزكاة بنهر النيل لشهر رمضان المعظم لهذا العام هو تنوعه وشموليته، بحيث استجاب الديوان مواكبا لتحديات الأزمة الاقتصادية الطاحنة وغطى بالدعم والمؤونة كافة الأسر المتأثرة بها. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.